بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الأنبياء. السلام عليكم. ما زلنا بصدد الحديث عن آيات من سورة الحج. الذين أخرجوا من ديارهم أحبابنا السلف الصالح الرعيل الأول، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هي تكررت في التاريخ، لكن الوقاع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء فظيع، بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. منهم آل ياسر، منهم بلال، منهم أبطال كرام عليهم السلام، إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني ما كانت العداء تسيء لهم هذه الإساءات إلا لأنهم هتفوا بالتوحيد، قالوا ربنا الله، يعني ما عندهم حد آخر يا ربي، وحتى آخر حد آخر هو وليهم، وحتى حد آخر ما هو خلقهم، هو رزقهم، هو مغفر لهم، هو ينصرهم، إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذه المصيبة لحد الآن نعاني منها، لأي جماعة في العالم تعادينا لأننا نوحد، الإسلام سي لاتيرور سي لو تيروريسم، المسلمون سي لو le vilain, c'est le voyou, c'est le criminel, c'est le terroriste. C'est pas vrai, le vrai musulman doit combattre toutes ces qualités-là. Voilà la vérité. حتى بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وليرئفهم ويتيار إسلامية أراكم تحبوا لتكروا أنتم في مواجهة بعض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي يتدافعون، هذا يحب يبرز ويهيمن بالباطل، والآخر يحب يدافع ويتحرر من باطل هؤلاء ويقيموا دين الله وشرع الله في مكان معين، ولا إلى حين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، قالش هدمت، شوف من هول ما سيقع لولا كان الدفع لكان ما يكون سيد الغرب وسبب تعاسم وسبب مبلع وقهره والفتنة شد من القطر والفتنة نائمة لعن الله ولا إقاعها. يذكر رواه لهدمت صوامع، وهي هذوكم البوليزيرميت الناس اللي عبر التاريخ قاعدين يعزوا بروح مع المجتمع الفاسد، وخذوا صوعة ومنا وقعدوا يعبدوا في ربهم بقل فتن وقل كما تقول انت خلال بالعلاقه بالله، وقل هذا مضيع الوقت، وقل تحريف، وقل الهاء وبيع الهاء اللي موجود توا في الانترنت، وكذا الانترنت شيء فظيع لحد الان الناس مش فايق بالضبط. الانترنت هو رحمه ولعنه، رحمه بالنسبه اللي يبحث عن الحقيقه ويبحث عن الاداب ويبحث عن الخصال الحميده، وهذا قليل في الانترنت، لكن الغف فيه هو البلية الكبرى، يعني هو لو ماغل سي لو نوسيف، يعني هو اللي يضر في حتى في بطون الامهات قاعد يضر بالانترنت، يعني شيء الام تمشي تلوج الموضة وتلوج الدرن تاخذها وتلوج كذا تقتني بعض الالات كذا، هذا كله فلا إلاء يبعد عن ذكر الله، فجنينها سيتأثر سالبا بما هي فيه. ونعرف من درست الحالات هذه، واللي يعقلنا الخمر واللي يدخن واللي ياخذوا المخدرات، كلهم دراسات كانت متكررة وممتدة ومقنعة إلى حد حيث أنسى قاعدين يضروا في الجنين نتاعهم عن طريق الانترنت. والانترنت هذه قد نحذروا شويه، شبابكم اطفالكم كلكم شيوخكم راهو قاعدين يفسدوا بطريقه جهنميه عن طريق الانترنت، يصبحوا الصباح وهما شادوا في الاباحيات، وشبابكم زاد يشاهد ما هو عنف ويتفننون في اقتناء ما هو أنا جديد بالنسبة لهم، وليس بجديد لكن هذا شكل آخر، لكن هي الشيطان
هي صنيعة إبليس، حيث أنا أحذركم الدفع الذي قال يا ربي أنتم توا في الجزء الفاسد إلى الآن عن طريق الإنترنت معبودكم العصر، وإيه خطتكم وخلوتكم واجتماعاتكم راهي مش لله، احذروا. نحن أهل القرآن مش للعب، حكي نقولوا ربي تمم سبحانه وتعالى. أنا مش عارف مش قاعدين نعملوا، مش ياخذ كلام بجد، قاعدين احنا نبشر وننظر ونيسر ولا نعسر. حنقول كلام تقدر تطبيق حتى 10% فلا فهو خير لكم، وهي الخطوة الأولى اللي توصلكم إلى نتائج عظيمة باهرة. لكن اللي ما يحبش يسمع راهو عدو نفسه، ويحب ولا يكره، ويقعد مضروب بالصنم في آذانهم وقر وعلى أبصارهم غشاوة وقلوبهم في أكنة والعياذ بالله. أعود إلى الآية الكريمة، لهدمت صوامع وبيع وصلوات. صلوات هي الأماكن، البيع هي المعابد، وصلوات صالوت هي بالنسبة أماكن عبادة اليهود، وصلوات ومساجد. احنا البيع وبيع هي الطوب بالنسبة للكريتيان وما هو مثلهم، ومساجد بالنسبة لنا احنا، لأن فعلا أهل السجود الحقيقي لا شكلي، سجود تذلل إلى الله، سجود محبة، سجود شكر، سجود استنصار، سجود فعل في الحياة، فعل الطيب، فعل التعمير، فعل الإصلاح، فعل نتسامح ولو آذان الغرب. نحن لسنا بالحاقدين ولسنا بالمتآمرين، لا نريد الغرب خرابا لأنه هو وصل نفسه إلى الخراب. وحتى قل من الناس اللي من المجاهدين عبر التاريخ القريب هذايا، المجاهدين كانوا قلة ولكن حيروا الغرب بإيمانهم الصحيح، لأنهم سجدوا لله. وممنوع عن من يسجد لله حقا أن يكون جبانا. ولهذا نقول التيارات التي هي اليوم تقول لتونس وتقول لمصر وكذا وتقول راكم تدعون إلى جاهلية، ونعرفكم بالتمام أنكم أتباع ولكم طابور خامس وأنكم من الخونة الكبار، وستدفعون قريبا وسينكشف أمركم وتتضح حالاتكم وتدفعون إلى المحاكم، ويقتص منكم شعب هالبلية ذايا اللي أنتم ضحيتوا بمصالحه أيما تضحية، وتآمرتم عليه بكل ما لا حماسة، حماسة نذلة. ولهذا احنا نحضروا فيكم قبل ما يدرككم العذاب. ورب سبحانه وتعالى يقول لك لا، فما بكت عليهم السماء راهو حتى حد مش يبكي عليكم، لأنكم لا قيمة لكم، بل أنتم في السطر الآخر من لا قيمة، يعني فعلا من لا قيمة. أنتم من مبهورين بالغرب ومبهورون بالغرب، والغرب أعماكم وأصمكم، ونحن نريد أن ننتشلكم من هذه القبضة الحديدية الجهنمية. لكن إن أبيتم ستدفعون الثمن، لكن على حسابكم، وستعضون أيديكم من الندم حيث لا ينفع الندم، لأنه إذا كان حق عليكم القول فيخرج لكم من لعنة الله. نحن نقودكم إلى ما يصلح بحالكم، فإن أبيتم فلا قيام لكم بعد ذلك، واللعنة ستلحقكم ولن تغادركم إلى أبد الأبدين، وأنتم خالدون مخلدون في نار جهنم وبئس المصير. أعيد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله، أو المساجد قال ملاك ينقر ويطلع، كانوا منا في كرفي، لا يا سيدي أسجد ونكون فعلا أريد الغوص في السجود ذاك، أريد العروج الروحي والفكري باش نكون في حضرة الله. مش قالوا الصلاة ثلاث أربع دقائق وكانوا ما وقعتش، سترد على وجوهكم الكريهة وقلوبكم النتنة. الآن الصلاة ماهيش كيما تصوروها يا ناس، أعنى يا فرصة دعانا الله فيها دعانا إليها، فنحن نتباطأ فيها وإحنا خالصين لله. هذا بينا ما توفاش، اللقاء هذاك مع الله ما يوفاش. هكذا تكون الصلاة، وهكذا يكون السجود، وهكذا تعمر المساجد. هاو الصلاة، الصلاة السلاح، الصلاة موعد مع الله.
اصل هي الدعوه بس تكون زور ربي في حضرته، هو حاضر معك لكن انت مكش واعي، لكن حين تلبي النداء وتسجد بخشوع ويقين وتذلل وفعلا تحس روحك فعلا عبد من عباد الله الصالحين، هكذا تكون متع. ولهذا موجود من تمتع ماذا بهم يخرج منه، وتعرفوا انتم من ذاق وعرف غرف. حاول ان الله ايوه يذكر في اسم الله كثيرا، مش وتوت وهذا يقول يفعل هذا وهذا يخبر في هذا ويلي في هذا. هذا سوف بالكم ركم في بيوت الله، احذروا احذروا الفتن، اراكم بيوت الله فلا ادخل اي مكتب حتى انسان حاجه ادخل واسمع روح بس تتكلم من غير ما يعلم هو ولا من غير ما يأذن هو، تشوف في جيران قضيتك استقبل شيء ماتت وانتهت وفاتك الفوت، وحط في بالك قد ينتقم منك هذاك الحاج هذاك، فما بالك بمعتمد او بوالي او بوزير او برئيس بلاكم الا مش مع ما هو اعلى منكم حتى في نطاق البشريه. اللي اعلى من الكل هو الله سبحانه وتعالى، فلا تستخفوا بموقعكم بين يديه، انكم من معروفون، من عند ربكم يعرفكم بالصغير والكبير، يعلم خائنة الاعين وتخفي الصدور. ولذا نعاود لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. هنا اقف وقفه لاخي صدق سياسي، هي ولا ينصرن الله من ينصره، انت لم تخن الموت، انت قمت بمن اعظم المهن واوسعها من رحمه للعباد، انت على حساب صحتك وعلى حساب اهلك وقفت حيث يكون الواقف قليلين. ولهذا انت والحمد لله تعالى منصور، لانك نصرت بقدر جهدك واجتهادك، واللي ما يقدركش حق قدر فهو من اسفل السافلين، واللي قاعد اليوم يحيك في مؤامرة ضد قيمتك وضد سمعتك وضد سمعتك، والمستشفى نوعا ما خلاه بدونك، والمساحات كذلك لأنك وزنك ثقيل. ولهذا كان يريد استخفاف بك والشماتة بك، هو سيأتيه دوره ولكن سيحاسب حسابا عسيرا، لأنه تجرع على سيد له الذي أنت منهم، أنت من الأسياد الحمد لله تعالى. وبالنسبة للحكومة إذا كان ما خلتش تفكر في تصحيح المعوج وتوقف التيار الفتن فتلومك الروحة، لأنه إذا كان مش شعب لازم سيعصف من قانون الإله، ولا تبكي عليهم السماء، ونحن بحاجة إلى من يريد سلما في ديار الإسلام، لا من يغمض عينا أو عينين على ما يحاك ضد الإسلام. ومن وجوه هذه الفتن هو أن يجلب مثلك يا أخي صدق سياسي مثلك لهذه المطبات ولهذه الانزلاقات وهذه التعتيمات، لأنه فم من وراء هذا الكل من يحرك دواليبا وخيوطا لكي تكون أنت ضحية، بل أنت البطل وستخرج بفضل الله تعالى منتصرا، وتعلم أن الله لا يخلف الميعاد. أعيد ختام الآية الكريمة، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، حيث إما حبيت تكون سيوفا ضد الباطل وإلا ستقطع رؤوسكم وهاماتكم سيوف الحق. ونحن لا نريد لكم هذا، بل نريد أن تتمتعوا بعقولكم وتسرعوا في التوبة وتسرعوا في الإصلاح، وهو خير لكم، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، والسلام على من اتبع الهدى.